وإنه رح نحكي ونتناقش بكل شيء، وإنه يلي بدور براسنا منقوله لبعض، مو هيك حكا؟ أنا ما عم أتذكر. ما عم تتذكري جغرافي ولا عم تتمسخري علي؟ أتمسخر؟ شو أنا مجنونة؟ أنت مصارع محترف مع هيك؟ ضربة بتطير الكل. بالمناسبة أنت ما قدرت تضرب حدا اليوم، بقصد انت انضربت اليوم. لا انا ما انضربت اليوم، انت خليتيني انضرب. انا شفتك وما عاد قدرت ركز، والا كنت ضربته ضربه كبيره، كنت طيرته. ما حدا بيقدر علي. بس اليوم عيد ميلادي، هي هديه رجعتي لك. اكيد عم توجع. طيب وبلكي صار شيء خطير، بقصد انه انت بدك تقاتل هذا المصارع بدون تدريب يعني؟ منيح إنه ما خلص عليك اليوم. هون الفكرة، لما الحياة بتبعت لك عاصفة بحياتك ما بتجهزك قبل بوقت، وبس الشخص الشجاع اللي بيقدر يواجهها بيقدر يفوز عليها، بيقدر يفوز عليها. لهيك أنا بحط حالي قدام العاصفة فجأة وبقلها ضربيني، يلا ضربي. إيه ضربي. إيه مثل ما ريشي بيقول. يعني أنا بفهم إنك أنت من شان هيك بتجي لهون بالسر بدون ما حدا يعرف؟ إيه ما رح يقدروا يفهموا، ما هيك؟ كمان إذا أمي شافتني وعرفت ما رح تخليني أرجع، لهيك أنا بجي لهون مشان ما حدا يشوف شكلي هيك، وبعدها ببقى هون شي يومين وبعدين عالبيت بروح. بس كل هاد كان من قبل، ما هيك؟ هلأ بدك ترجع عالبيت. شو؟ إيه؟ لا إذا أمي بتشوف هدول العلامات شو بدي إلا؟ يعني مستحيل تشوفني هيك. لا أنت ما رح تقول، أنا يلي رح أقول. بس شو؟ أنا بقول كل شي. ابني شو صاير معك؟ أخي يا ريت قلنا شو في. إيه رح قلكن، بس بعد ما تجي كاسة الحليب، لأنه الحليب صار هون. الحليب. شكرا. خبرنا يلا. حقلكن إنه القصة. ليش عم تطلع فيها؟ خبرنا. شو؟ احكي أخي. ايه يلا رح احكي. أنا هذا سخن كتير. ايه سخن. يلا احكي لأمك شو صار، ليش بتخجل قدامها؟ الموضوع انه هذا لساته سخن. ابني مرت عمي، أنا رح أقلك بصراحة، لما نحن كنا عم ننزل من السيارة لنشتري كم غرض من المحل، هجموا علينا كم واحد مشكلجي وحاولوا يسرقوا لي جزداني. طبعا نحن ما كنا علقنا معهم مشان الجزدان، بس بعدين هجموا علي وقعوني على الأرض، وأنوج عصب كتير وقتها. عن جد؟ ايه هذا اللي صار. كانوا ثلاثة وأنوج لحاله، وهن ضربوه دفع واحدة كلهم. أنوج ضربهم 4 مرات. ايه عن جد كنت مصدومة كيف تغير. شو هالقصة هي؟